بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامج وفتش الكتب، وحلقة جديدة من صورته ومثاله وتأملات القديس يوحنا ذابيل الفم في الموعظة على الجبل. وصلنا إلى صلاة أبانا الذي، وبيكشف لنا معاني يمكن بتغيب عننا مع أننا بنصلي أبانا الذي من صغرنا. وصلنا الخبزنا كفافنا أعطينا اليوم. تعالوا نشوف ذابيل الفم بيقول إيه. ما هو خبزنا كفافنا، أو خبزنا اليومي، أو خبزنا يوما فيوما، أو خبز يكفينا يوما واحدا؟ دي كلها في اللغة يعني مقبولة في الأصل اللغوي اللي قاله المسيح، لأنه إذ قال لتكن مشيئتك زي السماء كما في السماء كذلك على الأرض. لكنه إذ يخاطب بشرا جسديين خاضعين لضروريات الطبيعة الجسدية وعاجزين عن التمثل بالملائكة في إدراك عدم الشهوة وعدم الهوى، هو يضع الوصايا لننفذها نحن أيضا مثلما ينفذونها هم أيضا. يعني إيه؟ ربنا دريان إن إحنا لا برضو مش ملائكة، عندنا أجساد وعاوزة تأكل. فبعد ما قال لنا اشتاقوا تبقوا زي الملائكة وتعملوا المشيئة الإلهية زي الملائكة ما بيعملوها بالظبط، مراعي ان احنا كمان محتاجين ناكل ونشرب. وعلى فكرة ده تفسير خاص لذهبي الفم، لانه اغلب مفسري الكنيسة خدوها بالمعنى الروحي بس. هنا ذهبي الفم لانه يميل للواقعية بطبيعته قال لا، هو بيطلب ان ربنا يكفينا اكل يومنا، يعني يشبعنا بضرورات الحياة زي ما قال ما تعلوش هم الاكل. فاحنا بنتفق معاه يعني ايه، غطينا ومش عاوزين نحوش، بس ادينا كفايتنا زي ما وعدتنا يعني. فهو ما منعش المعنى الحرفي الواقعي بتاع الخبز اليومي، لكن اغلب الاباء الكبار التانيين زي ذهبي الفم مالوا ان خبزنا ده يعني خبز الحياه، المسيح نفسه اكلنا نفسك، شبعنا بكلامك، شبعنا بالافخارستيه. ده المعنى الاساسي في شروحات قديسين تانيين. نرجع لكلام ذهبي الفم، فبيقول إيه؟ يعلمنا أن نصلي لأجل حاجات الجسد. مش غلط صلما، يعني أنه ده احتياج طبيعي ومفهوش طمع، مش غلط. كأنه يقول أنا أطالبكم بأمر عظيم، بقول لكم بصوا على السماء وعلى القداسة وعلى الملكوت وعلى المشيئة، هو كمال السلوك، لكن لا يخلو هذا الأمر من الأهواء والشهوات الطبيعية التي يفرضها سلطان الطبيعة الجسدانية، استحتاجون إلى الطعام الضروري. يعني أنا عارف أن أنتم محتاجين تاكلوا، ما فيش مانع أن أنتم تقولوا إيه يا رب برضو إيه، يعني ما تسيبناش نحتاج يعني لأكل وشرب. لكن تأملوا أنه حتى في الأمور الجسدية فإن الروحيات هي الأبقى. ده كلام ذهبي الفم. لم يأمرنا السيد لأجل وفرة الثروات ولا الحياة المرفهة الناعمة. يعني هو بص على الكلمة اللي هنقولها في أبانا الذي وقال خلي بالكم، ربنا يسوع له المجد مش عاوزنا نصلي للغنى الأرضي يبقى عندنا بزيادة وركنينه ومخزنينه، لا، هو مش عاوزنا نصلي في الاتجاهات. لم يأمرنا لأجل وفرة الثروات ولا الحياة المرفهة ولا الثياب الغالية الثمن ولا لأجل شيء آخر مشابه، بل لأجل الخبز وحده. قد أمرنا بالصلاة لأجل خبزنا اليومي، أي الخبز الذي يكفينا يوما واحدا. عارفين دي شبه إيه؟ لما نقولها في القداس من كلام الإنجيل، حتى إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين، هو ده اللي ربنا بيقول لنا، أيوة اطلبوا الكفاف حقكم مش غلط، لكن ما تقعدوش تطلبوا بقى أي للمستقبل، ده قلق وده طمع، خلينا في النهاردة تاكلوا وتشربوا النهاردة. طبعا ربنا ما يقصرش في دي. لم يكتفي بهذا التعبير بل أضاف شيئا آخر قائلا أعطينا اليوم حتى لا نرهق أنفسنا بالاهتمام باليوم التالي. هذه غلطة ثلاثة أرباع المسيحيين، كله عمال يفكر أكل بكرة. يا حبيبي هو النهاردة خلص، ما تعيش النهاردة وتشكر على النهاردة وفي لقمة النهاردة وبالراحة شوية. أنت نسيت معنى الكفاف. الكفاف يخليك عايش طفل سعيد، طفل الصغير ما عرفش حاجة اسمها المستقبل، عايش يومه وعايش متهني بالدلع اللي حواليه وخلاص. طب ما ربنا بيقول خليك عايش كده
وانا هقصر معاك بكره يعني، وانا هموت بكره، فخلينا نقول خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، بكره اقولها، هديك بتاع بكره، بعده بكره اقولها، او هديك بتاع بعده بكره، لكن احنا ما بنقولش خبزنا كفافنا اعطينا السنه القادمه، مفيش حاجه اسمها كده. فذهبي الفم بيقول لنا خلينا في الحته دي بما انها تخص حياتنا الارضيه على قد يومنا بس، عشان لا نطمع ولا نقلق على بكره، لا دي صح ولا دي صح، خلينا نعيش في الكفاف، الدلع الالهي اللي يخلينا الدنيا دي ماشيه لوحدها مش محتاجه تركيز زياده. فيقول ايه؟ حتى لا نرهق انفسنا بالاهتمام باليوم التالي الذي يلي هذا اليوم، لان هذا اليوم لا نعلم ما يليه من زمن ولا نعرف ما الذي فيه، فلماذا نخضع لهمومه؟ وإذ يستمر في الصلاة يقول بصورة أكمل: لا تفكروا في الغد، لأنه في نفس الموعظة على الجبل علمنا كده، قال لا تهتموا بالغد، لأنه يريدنا أن نكون غير مثقلين على الدوام، لأن اللي يبص لبكرة يشيل نير تقيل قوي، حمل على دماغه طول الوقت، هم وغم، القلق بتاع بكرة. اللي عايش النهاردة ومسلم لربنا وماله لما يقول له خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، وعايش مبسوط غير مثقلين بل أصحاب أجنحة نطير بيها. يعني بيشبه الشخص اللي مسلم ومتكل على ربنا ده زي اللي طاير في الدنيا. ونحصل فقط على ما تحتاج الطبيعة الجسدية من ضرورات لازمة لهذا اليوم. بعدين ينتقل إلى اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. فيما يختص بما قد يحدث حين نخطئ بعد أن اختسلنا للتجديد، يعني بنغلط بعد المعمودية، يظهر محبته للإنسان ليصير عظيما حتى وهو في حال الخطية. بصوا بقى الجزء ده من الصلوات واقعي قوي، خبزنا يبقى احتياجاتنا اليومية، اغفر لنا يبقى بنغلط. الجزء الأولاني يا رب العالم يرجع لك، يا رب أنت تتمجد وتتقدس، يا رب الأرض تبقى زي السماء، مش كده؟ دخلنا في الواقع، يا رب ألاقي يوم أكلها النهاردة، يا رب الخطية اللي عملتها شيلها. فبيقول يأمرنا أن نصلي لله لأجل غفران خطايانا لأنه محب البشر، لهذا يقول واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. هل تدركون مقدار رحمته الفائق لكل الحدود؟ بعد أن انتزع شرور هذا مقدارها، وبعد أن عظم عطايا جدا ولا ينطق بها، فإن الناس إن أخطأوا مرة أخرى، احنا واخدين معمودية واخدين بنوة واخدين عز كل ده ولسه بنغلط، يحسبهم مستحقين للغفران، يقول لهم طب اطلبوا الغفران هدهولكم، لأن لسه بنغلط بعد كل القداسة اللي خدناها في المعمودية. هذه الصلاة خاصة بالمؤمنين، يعني اللي بيقول اغفر لنا، خلي بالكوا دي تؤكد تعلمنا الأرثوذكسي أن المؤمن الذي اعتمد ما زال يخطئ، لأن في طوائف بتقول كلام غريب، تقول المؤمن لا يخطئ، طب وما اللي بتقوله أبانا الذي ليه؟ ما تتقالش اغفر لنا ذنوبنا، إيه موقعها من الإعراب؟ إذا كان المؤمن لا يخطئ يبقى ما يصحش يقول اغفر بقى، إنما إحنا كمؤمنين معمدين عارفين كويس إن إحنا غلطين، طلع طبيعي مننا اغفر لنا ذنوبنا كل يوم، لأننا لسه بنغلط، وهو قال لنا قولوا كده عشان عاوز يدينا الغفران، اطلبوا تجدوا. إذا الديل ده، الاتفاق ده مقنع جدا ونعمة كبيرة قوي. هذه الصلاة خاصة بالمؤمنين، يقول كده ذهبي الفم، وهذا نراه في كل من قوانين الكنيسة وبداية الصلاة، من أول ما قلنا أبانا يبقى طبيعي نقول له سامحنا، يقول حاضر، لأن غير المعمدين لا يستطيعون أن ينادوا الله بلقب أبانا. هو اللي ما تعمدش أساسا هو لسه ما يقدرش يعتبر أن ربنا ده أبوه. عشان كده بالنسبة لأي حد معمد بيستطعم قوي أبانا، لأنه بعد المعمودية خد البنوة هنا، فبقى ربنا أبوه بجد، فيحقله يقول أبانا، دي قبل كده ما يحقلوش. فدي بتأكد أن اللي يقول أبانا الذي واغفر ده المؤمن المعمد. فإن كانت الصلاة تخص المؤمنين وهم يصلون متضرعين أن يغفر الله لهم خطاياهم، من الواضح أنه حتى بعد غسل المعمودية الروحي
تبقى حاجتنا الشديدة إلى انتفاعنا بالتوبة. سو كنيستنا بقى جميلة إزاي تقول لنا المعمد المؤمن شغلته يعمل إيه؟ يقضيها توبة ويتمتع بالتناول ويقول أبانا الذي عشان يدخل السماء. ليه؟ لأن لسه بنغلط، يبقى طبيعي نعبر عن التوبة بكلمة سامحنا يا رب اغفر لنا. من الواضح لما وضع قانونا للصلاة التي يجب أن نصليها يأمرنا بتذكر خطايانا ويطالبنا أن نسأل الغفران ويعلمنا كيف علينا أن ننال الصفح ليسهل علينا الطريق، لأنه وضع هذه القاعدة للتضرع، حط لنا قاعدة وإحنا بنقولها وكلنا متربين عليها من صغرنا، اغفر لنا كما نغفر. وهو يعلم ويؤكد من الممكن حتى بعد جن المعمودية أن نغسل أنفسنا من الذنوب والخطايا بتذكر خطايانا، إنه يحسنا أن نكون متواضعين. اللي بيقول يا رب سامحني فأبانا الذي، هو معترف ضمنيا أنه خاطي، حتى لما بيقول أبانا كابن خد النعمة والقداسة هو مش بيغالط لما بيقول اغفر، لأنه عارف أنه غلط. وده التوازن الحقيقي في الإيمان المسيحي، إن احنا واخدين نعمة كبيرة أو اسمها بنوة لله ضمنيا القداسة والمجد والأبدية، لكن واقعيا اغفر لنا ذنوبنا لأننا بنغلط. فبيقول هنا إيه؟ يحسنا أن نكون متواضعين وأمري لنا أن نغفر خطايا الآخرين ليحررنا من كل شهوة انتقام. أنا بقول كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، فأنا بطالب نفسي زي ما بطالب ربنا، أنا رب عاوزك تسامحني وأنا هسامح اللي غلطوا فيه. ليه؟ لأن أنا ابنك وأنت قايل لي ما تشيلش جواك، سامح الكل. حاضر يا رب هسامحهم وأنت سامحني. يبقى ضمنيا أنا متفق معاه، وكابن لله لازم أعمل اللي قاله لي أبويا، وعشان كده ليا عين أقول له سامحني. ويعدنا في المقابل أن يغفر هو لنا نحن أيضا خطايانا، واضعا أمامنا هذا الرجاء الصالح ليعلمنا أن تكون آراؤنا سامية حيال رحمة الله الواسعة التي لا ينطق بها من نحو الإنسان. يعني إيه؟ شوفوا رحمة ربنا تشيل إيه؟ إحنا بنغلط في اليوم الواحد بالمئة غلطة. طب يوم ما يغلط حد فيك بتبقى غلطة كل فين وفين، طب يعني ما تسامح في دي، خلي ربنا يسامح في الكبيرة أوي. يقول برضو ذهبي الفم حتى الآن لا يزال يريد منا المزيد، ويشير إلى مدى جدية الأمر، يذكره بوجه خاص هنا وبعد الصلاة لا يذكر وصية أخرى سوى تلك. يعني فيش وصية في أبانا الذي إلا دي، الوصية ضمنيا في أبانا الذي إيه؟ اغفروا كده. الباقي كله طلبات إحنا بنطلبها من ربنا، لكن أبانا الذي ضمنيا فيها وصية لينا، سامحوا الناس عشان أسامحكم، إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي زلات. إذا نحن الذين نبدأ في الغفران بالذات، أنا لازم أبتدن، الباقي أنا بطلبه ببلاش. يتقدس اسمك ويأتي ملكوتك وهات تكن مشيئتك وخبزنا كفافنا وعدينا اليوم. عند الغفران ابتدن أسامح عشان أتسامح. نحن الذين نملك مصار الدينونة التي نجلبها على أنفسنا، أنت اللي هتحدد الدينونة بتاعتك بموقفك من المخطئين في حق، أنت اللي هتحكم في الآخر، هتسامح هتتسامح، هتستر هيستر، هتفوت هيفوت، بس كده الموضوع سهل واضح. كما نغفر لأنه حتى لا يشتكي أحد من بين الذين لا مشاعر لهم مهما كانت شكواه عظيمة أو قليلة، إذا ما وقف يوم الدينونة ليشكو ضدكم أنتم الذين ستعطون حسابا. جعل الرب الحكم يتوقف عليكم أنتم، يعني وقفتك يوم الدينونة يوم قدام المسيح أنت مسؤول عنها حبيبي. لو عشت كما نغفر دي خلاص كل اغفر لنا بتتصرف، فكل الخطايا فأبانا الذي عمالة تتشال، طالما أنت موقفك من كل الناس إيه؟ مسامح يا رب أول بأول بسامح، خلاص يبقى أنت واقف قدام ربنا بتقول له أنا بسامحهم يا رب، لازم هتكون مسامحتني. زي لا تدينه كي لا تدانه، نفس المعنى، زي اغفره
يغفر لكم. إذن الاتفاق ده ما نقدرش ننساه كل أبانا الذي بنفكر نفسنا به، بقولي مهما حكمتم على أنفسكم فإنه بنفس القدر إن غفرتم للناس سوف تنالون نفس الغفران مني، حتى وإن لم تكن هناك مساواة بينكم. يعني إيه؟ هي غلطة أخوك قد غلطتك أنت في ربنا بذمتك. شوف كمية الغلط اللي حصل في حق ربنا طول حياتك، ده لما أخوك يقطعك حتت. بالمقارنة طبعا غلطتنا في حق ربنا بالملايين. طيب بس هو حطها مرتبطة بدي، يبقى خليك ناصح بقى. لأنكم تغفرون لحاجة لديكم، أنت محتاج تغفر عشان أنت اللي محتاج الغفران، أنت مش بتغفر تفضلا منك لأي حد، هو أنت اللي محتاجها قوي. فعشان كده أنت لو دريان باللي عليك ده كله، ده أسهل حاجة أنك تغفر عشان كل اللي عليك ده يتشال. تغفرون لحاجة لديكم، لكن الله لا يغفر لاحتياجي لأحد. هو ربنا يعني مش مديون لحد، هو ما غلطش في حد حق في حق حد، لكن ربنا اداك الأوفر ده، وده يعني بصراحة عرض مغري جدا. أنا هسامحكم على كل حاجة بعد المعمودية والإيمان وحياتكم معايا، بس حطوا بس الحتة دي، يبقى بقت في ملعبك. يعني أنتم تغفرون لبشر مثلكم، أما الله فيغفر لعبيده. أنتم معرضون لاتهامات بلا حصر، أما الله فهو بلا خطية. لكن حتى والحال هكذا يظهر الله رأفات محبته للإنسان، لكن الله حتى وإن لم تغفروا للناس قادر يغفر لكم كل خطاياكم، لكن يريد لكم النفع. يعني ممكن واحد يقول يعني ربنا بيحط شرط ليه؟ يعني هو مزنوق؟ يعني هو ما يقدرش؟ لا، هو من ناحية القدرة يقدر يسامح بدون أي شروط، بس انت ما بقتش ابنه، لان دي مش اخلاق ولاده. فعشان مصلحتك عاوزك تسامح وقلبك ينضف، فانت برضو مستفيد، لان ربنا مكسبش كتير لما انت سامحت الناس. هي دي مش مكسبها الهي، دي مكسبها ليك انت. يعني قادر ان يغفر لكم خطاياكم، لكنه يريد لكم النفع، معطيا لكم في كل وقت فرصا بغير حصر توفر لكم رأفاته ومحبته. أخطاء الناس في حقك خلتك لما تقول اغفر لنا كما نغفر تبقى لك عين، لأنك سامحت الناس، فربنا يقول لك وأنا عشان خاطرك بقى سامحك في كل حاجة. ليطرح عنكم كل مشاعر وحشية فيطفئ فيكم الغضب ويثبتكم فيه كأعضائه الأخصاء بكل السبل. وصلنا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. يقول إيه؟ هنا يعلمنا الرب بكل وضوح مدى تفاهتنا، ويقمع كبرياءنا، ويرشدنا أن نستنكر كل الصراعات وننبذها بدلا من اندفاعنا إليها، لأنه هكذا تصير نصرتنا أكثر مجدا وتزداد هزائم الشيطان. أعني ينبغي أن نصمد في سمو إذا ما تم سحبنا أو جرنا، وإذا لم يستدعينا أحد أن نبقى في هدوء وسكينة منتظرين قدوم الصراع، فإن أتى نظهر للناس تحررنا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ببساطة يا رب، هو من الأول ما بلاش حد يتعبنا ونتعبه وبعدين ندخل في حكاية نسامحه، ما تدخلناش في الحتة دي، إحنا برضو مش قدها قوي. يعني احنا بنخاف نقفل وما نعرفش نسامح، تقوم تروح مننا الأبدية. يعني بلاش، بقدر الإمكان خلي الحياة هادية وسلسة. ده تفسير ذهبي الفم. فهنا يدعو الرب الشيطان الشرير، فاكرين؟ لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. هنا مش بشر، الشرير هو الشيطان، فاكرين؟ ما زاد على ذلك من الشرير. احنا مش عاوزين نجينا من البشر، البشر دول غلابة، إنما نجينا من الشرير لأنه عاوز يسرقنا منك، عاوز يخلينا نكره الناس، عاوز يمسك علينا غلطتنا تفضل في جتتنا لغاية ما نهلك، فنجينا منه. فبيقول يدعو الرب الشيطان الشرير فيأمرنا أن نشن عليه حربا بلا هوات. مشكلتنا مش مع بشر، مشكلتنا مع الشيطان. قائلا لنا ضمنا أن الشيطان لم يكن هكذا بالطبيعة،
لما بيقول كده نجينا من الشرير كأنه بيقول ده غريب، لأن ربنا ما خلقش حد شرير بطبعه، هو الشيطان اللي خلى نفسه شرير. الشر ليس من الأمور الطبيعية، تعليم مهم، بل هو من صنعنا نحن وباختيارنا نحن. إذن لما حد يعمل غلط ما يقولش ربنا أبد، أنت رحت للشيطان برجليك. وقد دعي الشيطان هكذا باعتباري متميزا في الشر بطريقة مبالغ فيها جدا، عشان كده اسمه الشرير، كأن الشر طبعه. لأننا إذا قاومناه أو ألحقنا به ضررا شن علينا حربا ضروسا. لهذا لم يقل الرب نجينا من الأشرار، بل قال نجينا من الشرير، يعني البشر ما يشغلوناش. إنما رب لا تدخلنا في تجربة، يعني ما نسيبناش نغلط ونقع في إيديه. إيه دي معناه؟ لأن في ناس بتاخد لا تدخلنا في التجربة يعني بلاش يحصل لنا مشاكل. لا، هو الحياة لن تخلو من مشاكل كثيرة، هي أحزان الصديقين. مش بنقول له ابعد عننا الحزن بأشكاله، طبيعة الدنيا فيها حزن، إنما بنقول له ابعد عننا الخطية واللي بيزقنا عليها. فلا تدخلنا في تجربة هنا بمعنى ما تسيبناش نغلط، وما تسيبش اللي بيغلطنا ده يقوى علينا. فلهذا يقول نجينا من الشرير معلما إيانا ألا نثير المتاعب مع جيراننا. إحنا ما نسيبش حد يزعلنا ولا نزعل حد، لأنه مهما عانينا من قلاقل على أيديهم علينا أن نوجه عداوتنا للشيطان وحده. فاكرين لما القديس بولس قالها لنا بطريقة جميلة، قال حربنا ليست مع لحم ودم. افتكروا الآية دي، ملناش مشكلة لا مع جيران ولا مع أصدقاء ولا مع ناس بتكرهنا، مش هم دول مشكلتنا، الناس دول شيطان بيلعب بيهم. مشكلتنا مع الكبير اللي وراهم، حربنا مع أجناد الشر الروحية في السماويات، مع رئيس هذا العالم، مع إله هذا الدهر، مع السلاطين والشياطين بتوع السلاطين دول. طيب احنا قدهم؟ أيوة قدهم وزيادة، معنا ربنا كله بما عساكره وملائكته، فمعنا الأقوى طبعا. لكن احنا ملناش حرب مع بشر، حتى لو استشهدنا كلنا ياخدونا السم، ما عندناش مشكلة. فاحنا مشكلتنا دايما مش نجينا من الأشرار، لأن دي كأنها تصرح لنا نوع من العداوة. لا لا لا، ملناش عداوة مع أشرار، نجينا من الشرير اللي بيحرك الناس يبقوا أشرار، فمش عاوزين نبقى أشرار زيهم. فلا تدخلنا في تجربة، علينا أن نوجه عداوتنا للشيطان وحده، فهو أصل كل آثامنا. إذ يجعلنا مترقبين متحفزين لما قبل الصراع بأن يركز فكرنا في العدو الحقيقي. يبقى الواحد هو بيقول أبانا الذي فهم، أنا رب ماليش مشكلة مع الناس اللي بيضايقوني دول، ولا اللي بيشتموني ولا اللي بيظلموني، لا لا دول غلابة، أنا مشكلتي مع البعبع الكبير اللي وراهم وأنا ما أقدرش عليه، منك ليه بقى؟ فأنت إيه؟ نجينا منه ده، نجينا من الشرير، انصرني عليه، قويني عشان اغلب الشيطان وافضل احبه. لاني لو ما عرفتش احبهم الشيطان غلبني، لو عرفت احبهم انا غلبت الشيطان. فنجينا من الشرير ولا تدخلنا في تجربة. هنا بيقول ايه؟ يركز فكرنا في العدو الحقيقي اللي هو الشيطان، مستأصلين من داخلنا كل تراخي. يعني مش عاوز اروح للغلط برجلية، لا تدخلنا في تجربة، ما تسيبنيش يا رب أكعبل نفسي. فكرني بكلمات القديس يعقوب لما قال إيه؟ كل واحد يجرب، هنا نفس كلمة يجرب بتاعت لا تدخلنا في تجربة، إذا انجذب وانخدع من شهوته. يجرب يعني يغلط، لما يتزحلق بنفسه بمزاجه في شهوته. والشهوة إذا حبلت تلت خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا لا تضله. لا تضلوا، هنا بعدها بيقول ايه؟ مفيش حاجة وحشة تيجي من ناحية ربنا أبدا، إنما كل عطية صالحة، كل موهبة تامة من فوق من عند أبي الأنوار، ولا عنده تغيير ولا ظل دوران. فلما تغلط إياك تقول ربنا، لا مش ربنا، ده أنت والشرير مع بعض. عشان كده نقول له طب لا تدخلنا في تجربة نجينا من الشرير، يعني اقطع علاقتي بالشيطان يا رب، خليني دايما تبعك انت، كل حاجة من ناحيتك صح وانا عاوز ابقى دايما تبعك. فلا تدخلنا في تجربة، لان كل من يجرب ينجذب وينخدع من شهوته. وهنا ما ينفعش اقول ربنا سبب في الخطايا والشهوات دي،
مستأصلين من داخلنا كل تراخ، فيعود ويشجعنا ويرفع من أرواحنا بأن يذكرنا بالملك الذي يرأس صفوفنا. عشان كده يختمها يقول لإيه؟ لأن لك الملك. يعني إحنا ابتديناها بأبانا وفي الآخر بنقول له ليك الملك، إحنا تبعك، إحنا أقوى من الشيطان، فليك الملك وانصرنا على الشيطان وشيل مننا الحاجات دي. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.